ده شانون فانو الجوريزم. النهاردة هناخد طبعا في مقارنة هنا بس معمولة بسيطة، مقارنة بسيطة اعتقد احنا عملناها المرة اللي فاتت، انه لو فيكسد كود لينس وفاريابل كود لينس ايه الفرق بينهم، واعتقد احنا عملنا ديت المرة اللي فاتت. طبعا ده بيقول لي الكاركترز الاي كاركتر اي وبي وسي ودي، دي عبارة عن الكاركترز، وده الفيكسد كود لينس بتاعهم. لو انا همثل هذه الكاركتر بفيكسد كود لينس فده الترتيب بتاعهم. لو كان نم عدد النمبر اوف بيتس في حاله فيكسد كود بيتس طلع 300، برغم ان انا مش مستخدم ال 8 بت، يعني مش مستخدم 8 بت انما مستخدم فيكسد كود لينس. يعني فيكسد كود لينس يعني كل كاركتر بمثله بنفس عدد البيتس لكل الكاركترز التانيين، تمام. في حاله الفاريبل كود لينس اللي احنا عملناه المره اللي فاتت او ممكن عملناه، يبقى ده بيدينا عدد كاركترز مختلفين طلع 275 في حاله الفاريبل كود لينس اللي موجود، وبالتالي طلع 220، تمام، طلع 220 وطلع 300. يبقى في حاله التوتال نمبر اوف بيتس وزاوت كودينج ده عباره عن 800، تمام، لان هم عباره عن 100 كاركتر، تمام، 100 في 8 على اساس الاسكي كود يبقى عباره عن عندنا 800 بيتس. في حاله الكومبريشن ريشيو مع الفيكسد لينس كودينج بيساوي 800 على 300 فبيساوي 2.667. في حاله الريشيو ويز فاريبل لينس كودينج، تمام، طلع بيساوي عندنا 275. الكومبريشن ريشيو ويز فاريبل، تمام، ويز فاريبل لينس كودينج عندنا 800 طبعا لو انا عملت بشكل صحيح. طيب الفرق بينهم الاثنين ايه؟ الفرق بين يعني هنا بيدينا عندنا حاجتين خلينا شاور عليهم كده عشان الناس اللي كانت المرة اللي فاتت. عندنا ده variable of variable bits، ده عبارة عن variable code length، variable code length، وده variable code length. What is the difference between the two؟ ايه الفرق بين الاتنين؟ حد يعرف يقول لي الفرق بين الاثنين؟ طبعا من التري اللي اترسمت طلع الكود بالشكل ده، طلع الكود بالشكل اللي موجود هنا، خلينا بس اشاور عليه اهو ده الكود. طبعا الفيكسد كود لينس ما عنديش مشكله لانه نفس الكود هحطه لكل الكاركترز، تمام، 3 بت لكل الكاركتر فما عنديش مشكله، لانه ممكن يسع لحد دولت لحد 8، 1 2 3 4 5 6، عندي كمان 2 كاركتر ممكن اضيفهم وهيبقى نفس الفيكسد كود لينس اللي هو 3 بت لكل كاركتر. طيب ليه الفرق هنا في الحاله ديت، في الحاله دي والحاله دي؟ ايه الفرق اللي طلع خلاني ده 220 وخلاني ده 275؟ ها؟ ممثل اكثر الايه اللي هو مختار اكثر واحد بيت واحده في المثال الثاني، اما في المثال الاول والثاني يعني ايه؟ ماشي صح، ملحوظه كويسه جيده، بس يعني ايه؟ ماذا يعني؟ يبقى في الحاله دهيت، الحاله ديت اللي طلع عدد البيتس 220 هو التزم بشانون فانو بالظبط. يعني ايه؟ يعني قسم، عمل ترتيب تنازلي للكاركترز اللي موجوده وقسمهم بالتساوي او ما يقرب من التساوي على حسب الكاركترز اللي موجود. خلينا نشوف ديت، يعني خلينا نشوف دي. هنا بيدينا الايه، ادي الايه اهوت، ادي الايه، تمام، الكاركتر ايه بي سي دي اي اف، مظبوط كده. الكاونت بتاعهم ده الكاونت هيبقى عباره ده 45، البي كام،
البي 13 وده 12 تمام والدي 16 والاي 9 وده 5 تمام. فاكر احنا قلنا لما قلنا هنرتبهم هنرتبهم ازاي؟ قلنا هنرتب ترتيب تنازلي من اعلى الى اسفل، فهيبقى الاي وبعدين البي وبعدين السي بعدين الدي وبعدين البي تمام وبعدين السي وبعدين الاي وبعدين الاف. مظبوط كده؟ دولت 45. لو انت جمعت دولت حد يجمعهم كده بسرعة. 45 16 13 12 9 5. حد يجمعهم كم؟ 100 100 كاركتر. طيب احنا اتفقنا لما باجي اقسم فانا بحطهم هم بنفس الترتيب ده اهو A D B C E F تمام. هو عمل ايه في الاولاني؟ يعني مش الاولاني خالص، اللي في النص بقى اللي هو ده اهو اللي هو ده تمام اللي هو ده عمل ايه؟ خد الاي مع الاف بقوم 50 والباقي 50 تمام، فاخدهم بالشكل ده كده ما التزمش بالترتيب ده، يبقى عمل الاي والاف اهم. مظبوط كده؟ بقى الاثنين دولت عباره عن 50 وخد الباقي اللي هو هيبقى عباره عن الدي والبي، طبعا ممكن ما يلتزمش بقى بالترتيب، والاي ودولت برضو عددهم 50 تمام. طبعا هياخد دي هيقسمهم نصين، هتبقى الاي وهتبقى الاف، يبقى ده الاي والاف، ده 45 وده 50 ده 5، وبعدين هيبدا يقسم ديت وهيطلع الكود اللي موجود. عشان كده لو انت بصيت للاف هتلاقي ايه؟ انا هكمل بس ديت لحد الاخر. طبعا ده 0 1 وده 0 1، فالاي خدت 0 0، الاي خدت 0 0 والاف خدت كام؟ 0 1 تمام. عشان كده وبدا طبعا التقسيم بقيه التقسيمات اللي موجوده عندنا وصل، هتمشي مع التري هتوصل للعدد اللي موجود، يبقى ما التزمش بالترتيب اللي انا عملته ده اهو، ما التزمش بيه لما جه يقسم، قال لا ده انا هقسم بالتساوي. احنا قلنا بنقسم بالتساوي مع الالتزام التام بنفس الترتيب اللي موجود تمام، مع التزام التام بنفس الترتيب. يعني المفروض ان انا هاخد دي اهي اللي عباره عن الاي والدي والبي والسي والاي والاف اهو. طبعا عندي 45 و55، الباقي كلهم 55. لو انا خدت الاي مع ال 16 45 و16 يبقى ده 61، يبقى باقي كام؟ ها 39. يبقى بدل ما اخد 61 و39 لا، ممكن اخد 45 و55 لان الفرق بينهم 10، بينما في الحاله الثانيه الفرق بينهم بين 61 و39 في عندي 21 فرق تمام، عندي 21 فرق. واضح كده؟ يبقى انا دايما لما بحاول اقسم بحاول اقسم ايه؟ بحيث انه الفرق يكون اقل ما يمكن اذا لم يكن هناك الفرق بيساوي زيرو. يبقى اذا كان الفرق ما بيساويش زيرو يبقى بحاول التزم ان انا الفرق يكون اقل ما يمكن، وهو ده اللي عمل لي الفرق اللي موجود تمام. طبعا زي ما البشمهندسة قالت انه دايما طبعا الفكرة ان انا بلتزم بالترتيب التنازلي، هنا بالترتيب التنازلي، ان انا في الاخر لما بعمل كودينج هتلاقي الاي خدت الاي اللي هي اكبر عدد خد اقل عدد من البيتس، والدي اللي هي 16 خدته بت تمام، خد 2 بت، وهكذا. وانت ماشي بتلاقي كل ما بتزود كل الفريكوانسي او العدد الكاونت او عدد تكرار الكاركتر داخل النص بيقل، عدد البيتس اللي بتمثله بتزيد، وبالتالي بيدينا في النهايه كومبريشن ريشيو. الكومبريشن ريشيو طبعا هنا 3.363، وده طبعا الافضل.
يبقى اللي مش هيلتزم بالترتيب اللي احنا قلناه في شانو مفانو هيوصل معاه طبعا مش اي ترتيب, مش اي تقسيم وخلاص, تمام. هيلتزم هيطلع عنده الكمبريشن ريشيو 2.909, وبالتالي مش هو ده الاوبتيمال, مش هو ده الافضل بالنسبه لنا في شانو مفانو, مش هو ده شانو مفانو اللي مطلوب. واضحه كده؟ ها ماشي يا شباب. طيب هنبدا بقى النهارده الالجوريثم الجديد بتاعنا, تمام. هناخد الالجوريثم الجديد بتاعنا اللي موجود عندنا, وبيقول ان هو اسمه الالجوريثم ده اسمه هوفمان الجوريثم. بيشتغل زي شانو مفانو بس بيشتغل بالعكس, يعني بيرتب الكاركترز بتاعتي ترتيب تنازلي, وبعدين بيبدا من تحت لفوق, بيبني التري بتاعتي من تحت لفوق. تعالى كده نشوف, ادي نفس الكاركتر زي ها ايوه. بص يا باشمهندس, هقسم, هتاخد الايه اهو, ادي الايه, تمام. دي هتبقى 45, ودي هيبقى كل الكاركترز بتاعتي اللي هي الدي البي السي الاي الاف, مظبوط كده. طيب دولت هيبقوا عباره عن كام؟ خلاص دي خلاص خلصت, انتهي هنا كده, دولت 55. طيب 55 تعالى كده نشوف, 16 و13, تمام, 16 و13, وبعدين 12 و9, ادي 16 13 12 9 5. عايز اقسم دولت لنصين, دولت مجموعهم 55, 12 و13 دي 25, و5 يبقى 30, 30 و9 39, و10 يبقى 49, و6 يبقى 55, مظبوط كده. طيب لو انا خدت 16 و13 دولت مجموعهم كام؟ 29, والباقيين دولت كام؟ 12 و9 يبقى 21 و5 26, صح. طيب لو انا خدت ال 13 مع اللي تحت هيبقى العدد الفرق كبير, يبقى التقسيم الصح بالنسبه لي ان انا اخد دولت مع بعض ودولت مع بعض, صح. فانا حاجه اقسم دولت اهو, يبقى ده الدي والبي, ودولت عددهم 29, ودولت اهم هيبقى عباره عن السي والاي والاف, ده هيبقى نصين اهو, هيبقى الدي تمام وهيبقى البي, مش فارقه مين يجي قبل مين, تمام. هنا السي والاي والاف عددهم 12 و9, 12 9 5, يبقى هياخد 12 لوحدها و9 و5 مع بعض يبقى 12 و14, لان لو خدت 12 و9 يبقى 21 و5, يبقى الفرق كبير. يبقى انا هاخد السي والاي مع بعض, السي لوحدها اهو ادي السي, وهاخد الاثنين دولت الاي والاف مع بعض, ودولت اهم هتبقى الاي وادي الاف, تمام. وابدا احط الزيرو والون زي ما احنا اتفقنا قبل كده اهو, ادي زيرو ون زيرو ون زيرو ون زيرو ون زيرو ون, واطلع الاكواد بتاعتي اللي موجوده عندي, هتبقى 3 بت, ماشي. هنا مكتوبه 2, ماشي, ممكن في تري تانيه, انما هتيجي 2 من هنا حته, مش هتيجي 2, مش هينفع اخد الدي لوحدها, تمام. اعملي التري ديت وطلعي عدد البيتس وشوفي لي الكمبريشن ريشيو هتبقى كام, ونتناقش فيها ممكن المره اللي جايه, ما عنديش مشكله, ماشي. انما هتبقى ديت التري اللي المفروض اشتغل على هذه التري, لازم التزم بالترتيب التنازلي, تمام, مع الترتيب اللي موجود عندنا, مع الحفاظ على الترتيب, وانا بقسم بحاول اقسم الى اكبر قدر بحيث يبقوا الاثنين شبه متساويين, ماشي يا شباب.
واضح؟ طيب ناخد شانون، ناخد هوفمان الجوريزم، ناخد هوفمان الجوريزم. يبقى النهاردة هنشتغل هوفمان الجوريزم. هوفمان الجوريزم هيبني الشبكة او هيعمل الترتيب بتاعنا، ترتيب تنازلي من الاصغر الى الاكبر، تمام؟ ترتيب تصاعدي، اسف، ترتيب تصاعدي. يبقى هيبدأ الاف وبعدين الاي وبعدين الدي السي وبعدين الدي البي وبعدين الدي وبعدين الاي. دي 45 والدي هتبقى عبارة عن 16 13 12 9 5. زي ما قلت هنبني التري من تحت لفوق، وانا ببني التري بحاول اوازن برضو بين الحاجات اللي هحطهم مع بعض، تمام؟ تعالى كده نشوف هنبني التري ازاي. هاخد 9 و5، ادي 9 و5 الاثنين مع بعض اهو، ادي 9 وادي 5. 9 دولت 5 اللي هي الاف، ادي 5 و9 ادي الاي. هجمع الاثنين دولت مع بعض اهو، ادي هيتجمعوا مع بعض هنا اهو، هيبقى 9 و5 14 ودي اف هي ده 14، تمام كده؟ واضح كده يا شباب؟ طيب 12 و13 دولت عباره عن كام؟ ها 25. هبدا 12 و13 مع بعضهم، ادي 12 وادي 13 مع بعض. 12 اللي هي عباره عن ايه؟ يبقى عندنا 12 السي ده 12، البي اللي هي عبارة عن 13، والاثنين ده هم مجموعهم 25، هذه 25 يبقى ده عبارة عن سي وبي وده 25، تمام كده؟ طيب دلوقتي 14 25 اللي باقي عندي كام؟ 16 و45، مظبوط كده؟ اللي باقي عندي 16 و45. طيب اخد 16 مع دي ولا اخد 16 مع دي؟ يبقى مع 14 ولا مع، ها؟ يبقى هاخد اهو ادي الدي ودولت الاثنين بيتجمعوا مع بعضهم، تمام؟ دي عبارة عن 16 وده 14 يبقى ده 30، وده عبارة عن دي هيبقى اهو دي اف اي، دولت 30 و25، مظبوط كده؟ وعندي الاي 45. طيب اعمل مع الاي مع دي ولا مع دي ولا اخد الاثنين مع بعض اجمعهم؟ اخد الاثنين مع بعض اجمعهم اهو، يبقى ده عبارة عن دي اي دي اف دي اف اي، تمام؟ اف اي وده هيبقى وسي بي ودولت هيبقى مجموعهم كلهم 30 يبقى 55، وده هيبقى اهو. يبقى بعد كده باخد دي مع الاي اهي، ادي الاي. ممكن تحطها يمين تحطها شمال زي ما انت عايز، مفيش مشكلة، تمام؟ مفيش مشكلة احطها في اليمين او في الشمال اه. واخد دي، يبقى كده انا خدت كل الكاركتر بتاعتي، ادي A D F E C B، دولت عبارة عن كلهم مع بعض خمسة، يبقى ده عبارة عن 100، تمام؟ وده ديت اهي وديت اهي. بعد كده هحط الزيرو والوان، ادي زيرو وان زيرو وان زيرو وان، تمام؟ زيرو وان زيرو وان. اطلع الكود، تمام؟ اطلع الاكواد بتاعتي. الاي عبارة عن زيرو يبقى ده الكود عبارة عن زيرو. واحد، اسف، ماشي، واحد. نيجي هنا للدي عبارة عن ايه؟ زيرو زيرو زيرو. فين الدي؟ ادي الدي.
زيرو زيرو زيرو. نيجي هنا نمشي مع ده بقى زيرو زيرو وان زيرو اللي هي الاف، تمام؟ زيرو زيرو وان زيرو الاف، زيرو زيرو وان زيرو، وده هيبقى عبارة عن زيرو زيرو وان وان اللي هو عبارة عن الاي. يبقى الاي زيرو زيرو وان وان، تمام؟ وبعدين السي هيبقى عبارة عن ايه؟ زيرو وان زيرو زيرو وان زيرو زيرو وان وان البي، زيرو وان وان البي، تمام كده؟ عدد البيتس التي تمثل الكاركترز دي ده 45 في 1 يبقى 45، 13 في 3 ها 39، 12 في 3 36، 16 في 3 ب 48، 9 في 4 ب 36، 5 في 4 ب 20. اجمع. مين يجمع؟ 5 و 9 14 و 6 20، 20 28 و 6 34، يبقى معانا ادي 4 ومعانا 3. 3 و 2 5 8، 8 و 4 12، 12 و 3 15، 15 و 7 22. تمام كده؟ طلع كام؟ 224 عدد البيتس. كومبريشن ريشيو، كومبريشن ريشيو بتساوي 100 في 8 على 224. احسب وطلع ديت هيطلع عندك الكومبريشن ريشيو اللي موجود عندنا. تمام كده؟ واضح؟ يبقى الكومبريشن ريشيو ما فرقتش كتير عن اللي هي التانية، التانية كانت طالعة كام؟ 220، مش فرقة كبير قوي لأن احنا طلعناها 224. تمام كده يا شباب؟ طب طبعا طلع فرق بينها ب 275، لو مش ملتزم بالترتيب اللي موجود هتطلع لنا الكومبريشن ريشيو طبعا هتقل. ادي الشكل اللي موجود عندنا اهوت، ده اللي كان الشكل اللي كان اللي فات، ماشي؟ ان انا خدت الاي والاف اللي هو طلع لنا اللي انا ما كنتش ملتزم بالترتيب فيه، تمام؟ وادي لو انا التزمت بيه الترتيب اللي كان موجود هنا، البشمهندسه اللي كانت بتقول طلع ازاي، هنا خد الاي، خد الدي لوحدها ورتب الباقي ده، وبعدين رتب الباقي، خد الباقي لوحده، تمام؟ طيب ماشي كده. ده الهوفمان كودنج اهي، يبقى ادي الهوفمان كودنج، ده الايه اللي هيشتغل على دي اهي، هيبدا من تحت لفوق زي ما احنا بدانا بالشكل اللي موجود قدامنا ده، تمام؟ طبعا حطيت الايه، خد بالك حطيت ايه اليمه دي، جبتها اليمه الثانيه كان هيبدا بس هيبقى 0 و 1، هتفرق معانا بس في ترتيب الايه الزيرو والوانز اللي موجوده عندنا. ماشي كده يا شباب؟ واضح؟ يبقى هوفمان كودنج هو زي الشانون فانو، بس بدل ما كان بيبدا من فوق هيبدا من تحت، بدل ما كان بيرتب ترتيب تنازلي تصاعدي تنازلي هيرتب ترتيب ايه تصاعدي للحاجه اللي موجوده عندنا. ماشي يا شباب؟ اكتبوا لنا ورقه بالغياب لو سمحتوا. ها حد عنده اسئله في هوفمان كودنج؟ طيب في هوفمان كودنج او في شانون فانو ايه اللي انا محتاجه، اللي انا محتاجه في البدايه عشان ابدا اعمل التري، اللي انا محتاجه ها ها عدد مرات تكرار كل كاركتر. يبقى لو داخل عندي ستريم اوف كاركتر، لو داخل عندي ستريم اوف كاركتر امتى هبدا اشتغل؟ بعد ما اخلص كل الستريم اوف كاركتر اللي موجود عندنا. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي داتا بتدخل ما اقدرش اعمل لها كومبريشن، الداتا دي ما اقدرش ابدا في عمل الكومبريشن ليها الا لما كل الداتا بتاعتي تخلص، عشان في الحاله دي هكون ايه؟ خلصت كل، يعني عملت كل، جمعت كل البيانات اللي موجوده، ولما جمعت كل البيانات طلع لي التكرار بتاع كل كاركتر موجود. طبعا ده تضييع في الوقت. واضح؟
يعني ايه؟ انا بشتغل دايما على الوقت، فالوقت بتاعي من ساعة ما دخلت بداية الستريم لحد الستريم ما خلص كل ده انا ما بعملش حاجة، بجمع الداتا بتاعتي، بعمل statistical analysis للستريم اوف كاركتر، وبطلع عدد التكرار لكل حرف من الحروف اللي موجود، وبعد ما طلع التكرار ببدأ اشغل الالجوريثم بتاعي اللي موجود. فهوفمان قال لا، ما ممكن نعمل adaptation للالجوريثم ده، بدل ما اشتغل على الستريم اوف كاركتر او على الكاركتر ده، استنى لما الستريم يخلص كل كاركتر يجي احطه، ابدا احطه في التري. طيب هو واحد يقول لي طيب ما ممكن انا احط التري، لو انا سبت التري بالشكل ده كده، بعد شويه ممكن يبقى الكاركتر الاولاني اول كاركتر جه برغم انه عدد تكرار اقل ممكن ياخد كود اقل. لا، هو هيعمل ادابتيشن له، وهنشوف هيعمل ادابتيشن ازاي. ماشي. طيب ده كان الهوفمان كودينج، حتى صغير قوي. ناخد بقى اللي هو الادابتيف كودينج. يعني يبقى الفرق بين الهوفمان كودينج او هوفمان وشانون والادابتيف كودينج، طبعا ادابتيف هوفمان كودينج كومبريشن بيقول لي في ريكوايرز العيوب اللي موجوده في هوفمان وشانون فانو، بي ريكوايرز براير نوليدج اوف انفورميشن، عايز انفورميشن مسبقه عن الاستريم اللي هعمل له كومبريشن اللي موجود عندنا. تمام. طيب بيقول لي most in multimedia application future data is unknown، الداتا بتاعتي في البداية ما بتبقاش معروفة، اللي انا هعمل لها compression ما بتبقاش معروفة، يعني الداتا بتيجي stream ما اقدرش اعمل لها statistical، يعني ايه اتوقع الداتا بتاعتي هيبقى شكلها ايه، واضح؟ ما اقدرش اتوقع الداتا، فعشان كده محتاجين algorithm، والالجوريثم ده يبدأ يشتغل معانا في من الايه، يبدا يشتغل اول ما يدخل له كاركتر يبدا يشتغل. طيب ان ادابتيف هوفمان كودينج statistics are gathered and updated dynamically، يعني وانت شغال هيجمع هذه الاستاتستكس اللي موجوده ويبدا يعدل في الالجوريثم اللي موجود اللي عندنا. تمام. يوسف الفور طبعا ملتي ميديا داتا، تعالى كده ناخد ده الالجوريثم اللي موجود، او ده البروسيدور بتاع ادابتيف هوفمان اللي موجود عندنا، بيبدا بانيشال كود كاركتر، هو ما دام ما وصلش الاند اوف فايل بيجيب الكاركتر ويعمل له انكودنج، وبعد كده يعمل ابديت للتري. ده الالجوريثم، بس ده الالجوريثم. تعالى كده نشوف بقى هنطبقه ازاي. هناخد الكاركتر اللي موجود قدامنا ده، ناخد الكاركتر اللي موجود عندنا. تمام. دي الكاركتر اللي موجوده عندنا، هيبدا يدخل الكاركتر دي، هتدخل لي ستريم اوف كاركتر، يعني هيدخل كاركتر. تمام. هنفترض ان الستريم داخل من هنا كده، يبقى اول كاركتر هيدخل هو ايه؟ تمام. اول كاركتر هيدخل هو ايه؟ ماشي يا شباب كده، اول كاركتر هيدخل هو ايه؟ هيجي ده المجموع بتاع النود بتاعتي او ديت النودز بتاعتي، وبعدين بيعمل تو نودز، واحده بيسميها نيو، دي نيو، وبيديها زيرو لان هي نيو ما فيهاش حاجه جديده، وادي الكاركتر الايه هيحط ادي الايه،
الفريكوانسي بتاع الايه لحد دلوقتي كام؟ ها؟ واحد. يبقى ايه؟ واحد. ودي نيو. خلصنا كده؟ لسه. طبعا هيبقى كل شوية المفروض ان انا برسم التري دي من جديد. تمام؟ برسم التري من جديد. يبقى دي الخطوة الاولانية. دخلت الكاركتر ايه؟ هبدأ ادخل الكاركتر التاني ايه؟ ادي الكاركتر ايه اهو التاني. هيعمل ايه؟ طبعا واحد وزيرو هيبقى واحد. مظبوط كده؟ بيجمع الاثنين. مش احنا كنا بنجمع واحد وزيرو؟ ادي واحد. وادي النيو اهو ما حصلش فيها جديد لان ما فيش كاركتر جديد. وادي الكاركتر التاني اهو. هدخل ايه؟ الايه هتزود الفريكوانسي بتاع ده هيبقى اتنين. يبقى ايه بقت اتنين. مظبوط كده؟ واتنين وزيرو هيبقى اتنين. تمام؟ طيب هبدا ادخل الكاركتر ده. طبعا كل ما بيزود كاركتر تمام بيعمل ايه؟ بيراجع الفريكوانسي بتاعه الكاركترز دي والكاركترز اللي فوق. تمام؟ بحيث هنقولها دلوقتي بس بيعمل ابديتنج للكاركترز اللي موجوده عندنا. بيعمل ابديت. احنا اتفقنا في الالجوريثم اللي فات اهو ده الالجوريثم. بيقول لي بيدخل كاركتر وبعدين بيعمل ابديت. تمام؟ اهو جيت سي بعدين انكود سي بيحطه في التري وبعد كده بيعمل ابديت للتري. هنشوف بيعمل ابديت ازاي. تمام؟ ادي يبقى احنا اول كاركتر خدناه ايه؟ تاني كاركتر خدناه عدل لنا في دي. يبقى دي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه هيجي لي دي. طب دي مش ايه؟ هاجي فين؟ هاجي على النيو. تمام؟ يبقى النيو هتنتقل هنا اهو. طبعا المفروض ان انا برسم تري جديد. برسم تري جديد. ادي التري الجديد اهو. تمام؟ وادي الايه اهي. ادي الايه. والفريكوانسي بتاع الايه اتنين. مظبوط كده؟ وبعدين عندنا ده اللي هو عباره عن مش هيبقى نيو. ده اللي هيبقى المجموع بتاعهم. هيبقى النيو انتقلت هنا اهي. يبقى ده النيو نود بزيرو. وادي الدي بواحد. صح كده؟ واحد وزيرو هيبقى واحد. واحد واثنين هيبقوا كام؟ واحد واثنين ثلاثة. يبقى احنا قلنا في نيو اهي. انتقلت النيو دي بدل ما كانت هنا هيبقى تنتقل تحت وهيبقى ده نيو وزيرو. وعند الدي هتبقى بواحد. واحد وزيرو هيبقى واحد. تمام؟ وبعدين واحد واثنين هيبقى ثلاثة. يبقى انا كده عملت ابديت جمعت. بعد ما بعمل ابديت براجع حاجتين. اول حاجة عدد التكرار في اليسار يجب ان يكون اقل من او يساوي اللي في نفس المستوى بتاعه في اليمين. يعني ايه؟ يعني دي نود ودي نود. تمام؟ دي نود ودي نود. ده زيرو وده واحد. اوكي مقبولة. تمام كده؟ نيجي هنا واحد واثنين برضو مقبول. تمام؟ عدد التكرار. عدد التكرار. يعني ده واحد ده اثنين. يبقى كده ايه؟ دي اقل من او يساويها. اوكي يبقى هنسيب التري زي ما هي. مش هنغير في التكرار او في الترتيب بتاع التري. واضح كده؟ طبعا دي اول نقطة. يبقى اول حاجة بشوف في المستوى الافقي عدد التكرار لكل كاركتر من الكاركترز اللي موجود. اتكرر كام مرة؟ دي اول حاجة افقية. رأسيا يجب ان يكون عدد التكرار في الاسفل اقل منه في الاعلى. في اي مستوى في اعلى. تمام كده؟ طيب هنا واحد. هنا اثنين. هنا ثلاثة. مظبوط. تمام كده؟ او هنا واحد. واحد اثنين ثلاثة. دولت نفس المستوى. ماشي؟ طيب. واضح كده؟ ناخد اللي بعده. هيبقى السي. هرسم التري تاني. تمام؟ هاخد التري اهو. هسيب ده مش هعمل حاجة جديد. عندي هنا ادي المربع ده اهو او النود ديت. وعندي ده ايه اهو. وايه دي كانت اتنين اهي. وده حطينا انا هو الدي. والدي كانت بواحد. تمام؟ وحطينا ده اهو. النود دي مش هتبقى نود. لان اللي جاي سي. فالسي دي النيو هينتقل هنا
يبقى ده نيو اوف زيرو وده هيبقى السي بواحد. تمام كده؟ واحد وزيرو هيبقى واحد، واحد وواحد هيبقى اتنين، اتنين واتنين هيبقى اربعة. نعمل الابديت او نراجع الابديت. زيرو وان اوكي، مدام زيرو وان تمام، وان وان برضو نفس المستوى مدام بيساويها خلاص. بعدين تو تو برضو ما عنديش مشكلة، لحد دلوقتي ما عنديش اي مشكلة. نبدأ نراجع رأسي، واحد واحد اتنين اتنين، يبقى من تحت من اسفل الى اعلى ده يبقى ايه؟ طلع تصاعدي، يبقى دي واحد واحد اتنين اتنين ما عنديش مشكلة برضو، وطبعا تلاتة فوق يبقى برضو ما فيش مشكلة. واضح كده؟ طيب ناخد السي التانية، ناخد السي التانية. طبعا انا ممكن اعملها دلوقتي، المفروض ان انا برسم رسمة جديدة. تمام؟ انا هعدل على الرسمة دي بس عشان نشوف هنوصل لحد فين. السي التانية هتغير هنا هتبقى اتنين، مظبوط كده؟ وده هيبقى اتنين، ديت هتبقى اتنين، ودي واحد. واحد واتنين هيبقى كام؟ تلاتة، ودي اتنين زي ما هي. نيجي نبص التري بتاعتنا، اتنين تمام، زيرو واتنين ادي اتنين، اتنين وواحد تلاتة، تلاتة واتنين ادي خمسة. كويس قوي، ماشي كده. طيب عندنا مشكلتين دلوقتي اللي هم ايه؟ لو انا بصيت للطرف الايسر في كل مستوى هلاقي ان ده زيرو وده اتنين، اوكي ده صح ماشي تمام كده. ده اتنين وده واحد، في مشكلة هنا. ده تلاتة وده اتنين، برضو هنا في مشكلة. لازم الايسر يكون اقل من الايمن، الايسر اقل من الايمن تمام، والاسفل اللي في الاسفل يكون اقل من الاعلى. عندنا ده اتنين واحد، في مشكلة بين الاتنين دولت، في مشكلة بين الاتنين دولت، وفي مشكلة هنا وهنا. طيب نحلها ازاي؟ بيقول لي الحل كالتالي، بالنسبة لدي انا ممكن اجيب دي كلها هنا ودي كلها هنا والتري كلها هنا. ما انت بتبدل التري، ما عنديش مشكلة اهو، هنبدل دي، يبقى دي موجودة هنا اهو، ديت اللي هي خمسة. خد بالك انا مش هضيف حاجة، فانا عندي الاعداد ثابتة لحد دلوقتي، ودي تلاتة ودي الايه هتبقى باتنين تمام. طيب تحت التلاتة كل دولت، يعني انا بحتفظ بكل اللي تحتها اهو، هرسم اللي تحتها همت. كان عندنا هنا في دي، ادي دي واحد، وكان عندنا ده اتنين تمام، وعندنا ده نيو زيرو، وعندنا ده سي اتنين ماشي كده. يبقى انا عملت حركة واحدة بس دلوقتي، الحركة اللي انا عملتها تمام، الحركة اللي انا عملتها كالتالي، ان انا نقلت البرانش ده كله اليمادي، والبرانش التاني نقلته يمين، واحد نقلته يسار والتاني سبته، او نقلت واحد يمين. طيب لما اجي راجع كده هلاقي زيرو اتنين اوكي دي ماشي، اتنين واحد في مشكلة هنا تمام، لازم الايسر يكون اقل من او يساوي الايمن. هنا اتنين تلاتة خلاص حلت المشكلة دي. طب عندي مشكلة تانية، ان ده اتنين تمام، وده اتنين وده واحد، ما ينفعش يبقى ده واحد هنا والاتنين تبقى تحت، لازم ابدل الاتنين دولت مع بعض. يبقى هنيجي نبدل ده اهو، اجيبه هنا وده اطلعه فوق. ممكن انقله فوق عادي، تنقله فوق مفيش اي مشكلة، دي طريقة اضبط فهمة. يبقى هيجي يعمل كالتالي، يبقى دي خمسة تمام، وادي ايه وفي اتنين، ده الاتنين اهو، وده التلاتة، لان كده انا لسه ما بضيفش حاجة جديدة. هجيب ده هنا تمام، هجيب ده اهو هنا، يبقى ده عبارة عن ادي الاتنين اهي، السي اتنين تمام،
وعندنا ده 2 شوف دول هيبقى كام دلوقتي. خلينا بس انا كده عشان هتلخبط شويه. طيب الثلاثه فيها 2 برانشز، البرانش الاولاني ده هيبقى سي، تمام؟ ادي السي هيبقى 2، والبرانش الثاني هيبقى فيه المربع ده، الناس اللي بتتكلم تمام هيبقى المربع ده، وهيبقى هنا النيو بزيرو والدي بوان. تمام كده؟ يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ جبت نقلت ده هنا تمام؟ وجبت ده تحت. واضح كده؟ طيب نجمع 1 و0 يبقى 1، 1 و2 يبقى 3، 3 و2 يبقى 5. ما خلصتش لسه الاستريم بتاعتي، مظبوط كده؟ ما خلصتش الاستريم بتاعتي. انا واقف لحد فين؟ لحد السي تمام؟ هاجي اضيف الدي، هنضيف الدي. يبقى انا عندي ادي المربع اللي فوق ده اهو، وده عباره عن ايه؟ 2، وده عباره عن المربع ده المجموع بتاعهم، وهنا مجموع، وهنا في السي 2، وهنا نيو 0، وده عبارة عن دي اوف 1. طيب هضيف هنا ده دي اوف 1، انا هضيف الدي دي، يبقى ده هيبقى 2، 2 و0 هتبقى 2، 2 و2 هتبقى 4، 4 و2 هتبقى 6 تمام؟ 4 و2 هتبقى 6. طيب 0 و2 يبقى دي ما فيش فيها مشكلة، أفقي صح؟ 2 و2 برضو ما فيش مشكلة، أفقي المستوى الأفقي بتاعها. 2 و4 ما فيش مشكلة. نبدأ من تحت لفوق، 2 2 2 4، وده 2، يبقى ما فيش حاجة فوق أقل من اللي تحتها، أي مستوى تحت. تمام كده؟ واضح؟ ها؟ متابعين؟ طيب ناخد اللي بعده، الحرف الأخير اللي هو دي، دي هيخلص دي هتبقى كام؟ هتبقى 3. خلينا نكتبها كده بلون تاني اهو، ادي 3، 3 و0 هتبقى 3، 2 و3 هتبقى 5، 5 و2 هتبقى 7 تمام؟ طيب نراجع، 0 و3 اوكي افقي صح، 3 2 في مشكلة هنا تمام؟ خلينا كده نحدد المشكلة اللي موجودة او نعلم عليها. وبعدين 2 5 افقي مفيش مشكلة. تعالى نمشي رأسي، ده كام؟ 3 تمام؟ وده 2 وده 2. طيب اعمل ايه؟ انتوا فهمتوا احنا ماشيين ازاي؟ ها؟ طلع السي، امشي السي. طيب لو انا شلت الدي وحطيت السي هتبقى هنا كام؟ 3، وهنا 2، يبقى هرجع مره تانية اخد دي احطها فوق تمام؟ هل ينفع اخد الاي احطها مكان الدي؟ ينفع تمام؟ ينفع اخد الاي مكان الدي، يبقى انا هجيب ده اهو تحت واخد ده فوق، ماشي كده؟ تعالى كده نعمل الكلام ده اهوت، يبقى ادي عندي المجموع بتاعي اهو، هيبقى هنا دي والدي دي هتبقى 3 اللي هي دي تمام كده؟ وبعدين عندنا الطرف الثاني ده اللي هو المفروض هنشوف المجموع بتاعه كام، لانه المجموع بتاعه هيتغير، هيبقى عندنا هنا ده المجموع بتاعي اهو، وعندنا هنا السي زي ما هي ب2 تمام؟ وبعدين عندنا ده نزل تحت، ده نيو اهو، ده نيو 0، وده عبارة عن
هيبقى عبارة عن الدي اس ال اي اتنين، اتنين وزيرو هيبقى اتنين، اتنين واتنين هيبقى اربعة، اربعة وتلاتة هيبقى سبعة. نراجع. طبعا بعد ما بعمل الابديت لازم براجع الابديت بتاعي اللي انا عملته. اول حاجة ده زيرو اتنين. اوكي. تمام? اتنين اتنين. ماشي. تلاتة اربعة. برضو ماشي. تمام? تلاتة واربعة سبعة خلاص. طب نبدأ في الرأسي. اتنين. اتنين. اربعة. تمام? تلاتة. يبقى معنى كده ان انا ماشي ايه? واحد يقول لي ما تلاتة واربعة. تلاتة واربعة في نفس المستوى. في نفس الليفل. تمام? حاول ترسم دايما في نفس الليفل عشان ما تتلخبطش. يبقى كده انا ماشي صح من فوق لتحت. تمام? من فوق لتحت عملت الكمبريشن اللي موجود بتاعي الصحيح اللي موجود. بعد ما خلصت التري يبقى انا كده وصلت للتري النهائية. هاجي على التري بتاعتي اهو. واحط هنا زيرو وان زيرو وان زيرو وان. تمام? كده واعمل الكمبريشن واطلع عدد البيتس اللي موجودة حسب الكمبريشن اللي موجود. يبقى انا عندي الاي اهو. وعندي الدي. وعندي السي. تمام? الكاونت بتاعتي بتاعت الاي كان اتنين. الدي كان عبارة عن تلاتة. ده الكاونت. تمام? الدي عبارة عن تلاتة. والسي عبارة عن اتنين. اتنين وتلاتة خمسة واتنين سبعة. ده الكاونت. طلع عندنا الدي زيرو. وطلع الاي عبارة عن وان زيرو وان. وان زيرو وان. والسي عبارة عن وان وان. نمبر اوف بيتس بيساوي اتنين في تلاتة بستة. تلاتة في اتنين بستة. وده اتنين في واحد باتنين. يبقى دي عدد البيت ستة وستة اتناشر واتنين يبقى اربعتاشر. المفروض الكمبريشن ريشيو بتاعتنا بتساوي الكمبريشن ريشيو بتساوي بي نوت على بي واحد. بي واحد اهوت اللي هو اربعتاشر. بي نوت عبارة عن سبعة في تمانية. تمن كاركتر اللي موجودين بالاسكي كود. يبقى سبعة تمانية بستة وخمسين. والكاركتر يبقى انا هقسم ستة وخمسين على اربعتاشر. شوف هتساوي كام. يبقى ديت الكمبريشن ريشيو اللي موجودة عندنا. تمام? ده الادابتيف هوفمان. وده اللي بيختلف عن الهوفمان. وقال لي انه ده عبارة هيبقى عن ستريم اوف كاركتر. واحد يقول لي كده طب ما انا ايه? طب انا بتعب نفسي ليه? طب ما انا عندي الكاركتر دي موجودة. اروح اشتغلهم بايه? بهوفمان او ب بشانون فانو. يعني اقوم راسم التري من الاول. مش انا عندي الكاونت اهو. الاي اتنين والدي تلاتة والسي اتنين. اقوم رتبهم تصاعدي او تنازلي واقوم عامل التري. هتطلع معايا التري واقوم مطلع الكود. يبقى انت ما اشتغلتش ادابتيف هوفمان اللي موجود او اللي مطلوب منك. مش عارف الكلام واضح ولا يعني ما ينفعش اروح اشتغل ديت لو مطلوب مني اشتغلها بالادابتيف هوفمان ما ينفعش اشتغلها بالهوفمان او شانون. واضح? ما ينفعش اشتغلها بالهوفمان او شانون. طيب. ده طبعا الخطوات بتاعتنا موجودة اهوت. زي ما احنا اشتغلنا بالظبط. تمام? ولو في عندي اهوت هيعمل عملية اللي هي النقل او عملية التبديل اللي موجودة. تمام? وهنا بيعمل التبديل اهو. ده مثال ده نفس المثال ايوه ماشي ولا مثال تاني? مثال تاني مش كده? طيب خلينا نشغلكوا شويه ناخد المثال ده اهو واعملوه انتوا دلوقتي. يلا يا شباب. This text. تمام? This text using adaptive Hoffman.
طبعا انا في خطوه عملتها نقلت ماشي، ممكن هي في جزء مش واضح هنا اللي هو الايه، كان في البدايه على اليمين اتنقل على اليسار بعد ما زاد العدد يعني. طيب ناخد مثال تاني ولا كفايه كده؟ ها كفايه ماشي. بالنسبه للامتحان بتاع الميد تيرم هيبقى بتاع ديت، هيبقى في جزء اختياري بس في الورقه، وفي جزء طبعا ما ينفعش الالجوريزم زي ده يتعمل اصلا اختياري باي شكل من الاشكال، فهيبقى جزء مقالي او الامتحان هيبقى مقالي في الورقه. تمام، ده اخر كلام. ده الميد تيرم. الميد تيرم النظري ممكن يبقى اختياري بس هتجاوب في الورقه. ماشي، ممكن اجيبه كله اختياري يعني عشان نسال عليكم شويه خلاص. انما الالجوريزمز اللي موجوده هتيجي، هيجي لك مساله وهتحل. تمام، خد بالك بس، انا بنبه مره تانية، لو جالت لك مساله زي دي وحلتها بتاع دي وقمت راسم الرسمه النهائيه، الرسمه كل المساله غلط. تمام، خد بالك بس، يعني بنبه مره تانية عشان ما حدش يزعل. ماشي، انا مش جايبها لك عشان تحلها تطلع لي الكود، انا مش عايز اطلع الكومبريشن ريشيو، انا عايز اعرف انت فاهم ولا لا. تمام، طيب نراكم ان شاء الله.